خطوة جديدة في عالم الاتصالات في مصر، وكلها كام ساعة ويتفعل عندك خاصية ال 5G موجودة عندك على التليفون. يعني لما تيجي تفتح الباقة بتاعتك بدل ما كان بيظهر لك 4G هيظهر لك ال 5G. فأنا دلوقتي هعلمك ازاي تقدر تفعل او تشغل ال 5G عندك على التليفون بتاعك. فدلوقتي لما يجي يتفعل ال 5G عندك او لما يجي يظهر علامة ال 5G من غير ما تغير الشريحة، هو على طول هيتضاف عندك بشكل اوتوماتيك عندك على التليفون بتاعك لو التليفون بتاعك بيدعم ال 5G بالفعل. طيب تعالوا كده نعرف ازاي تقدر تحدد ال 5G او تشغل 5G عندك على التليفون بتاعك. هنروح كده مع بعض على الاعدادات، وبعد كده بتنزل تحت على حاجة هنا اسمها خلوي، وبعد كده بتضغط عليها ضغطة واحدة، وبعد كده بتروح عندك تختار الخط اللي انت شغال عليه. يعني لو مثلا لو انت ضايف خطين، روح عندك على الخط اللي هو يتفعل عليه ال 5G. وطبعا الشركات الاتصالات كلها او الشركات المصرية كلها النهاردة بالليل هيتم تفعيل خاصية ال 5G ان شاء الله. طيب دلوقتي هنروح مثلا عندنا على الخط الاولاني ده، وكل عليك بس بتروح عندك على حاجة اسمها الصوت والبيانات، اضغط عليها ضغطة كده، وبعد كده بتروح عندك هنا على حاجة هنا اسمها ال 4G، هتلاقيها متعلمة عندك 4G، خليها هنا 5G Auto، تمام؟ أو 5G Auto. دلوقتي احنا لما نيجي نختار حاجة زي كده، هنا بيقول لك يستخدم خيار 5G Auto شبكة 5G عند الحاجة فقط للحصول على أداء مع تحسين عمر البطارية. طب فرضا لو أنا اخترت هنا ال 5G On، هيقول لك هنا يستخدم خيار 5G On في شبكة ال 5G طالما كانت متاحة، حتى إذا كان ذلك قد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية أو الأداء، فيفضل إنك تستخدم الـ 5G Auto علشان ما يحصلش أي مشاكل في البطارية عندك. كذلك برضو هتعمل نفس الفكرة في الخط بتاعك التاني، يعني هتروح عندك على الخط التاني هتعمل نفس الطريقة دي. طيب لازم تفعل حاجة اسمها هنا VoLTE زي ما انت شايف كده الخاصية دي، ولك بتسمح لك بإجراء مكالمات صوتية عبر LTE. طبعا المكالمات الصوتية دي عاملة زي شبكات الواي فاي أو بيعمل على تحسين جودة الصوت بتاعتك، فأنت يفضل أنك تخليها متفعلة، تمام؟ وهنعمل عندنا هنا الـ 5G Auto عندك هنا. فأول ما يجي يتم تفعيل الـ 5G النهاردة بالليل إن شاء الله، أول ما تيجي تفتح الباقة بدل ما كان هيظهر لك الـ 4G هيظهر لك الـ 5G. ويعتبر كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب. شرح كده ممكن نقول دي او دقيقتين، شرح بسيط جدا، لولا عن اي حد على اليوتيوب هيشرح لك 3 4 10 دقايق بس، انا لخصت لك الموضوع في دقيقتين. طبعا استمتع باقوى شبكه واي فاي وباقوى سرعه انترنت. مع السلامه.